حيث زميلتي رضوى رحيم. اهلا بك يا رضوى. اهلا استاذ نشأت، ما زلنا نغطي فعاليات اليوم الثالث والاخير من الاستحقاق الرئاسي هنا من مدينة نصر، وبالتحديد من أمام لجنة الجامعة العملية، حيث تضم 17,000 صوت. هنا الآن شاهدنا منذ قليل دخول بعض المراقبين الدوليين التابعين للسفارة الأمريكية الذين جاءوا لمتابعة ورصد سير العملية الانتخابية هنا في هذه اللجنة التي تضم عدد كبير من الأصوات. وأيضا من المشاهد الإنسانية التي أحب أن أرويها هي مشهد رجل يدعى عم شحاتة. جاء هذا الرجل من المستشفى بعد تعرضه للنزيف ينزف دما، وجاء رغم ذلك ليدلي بصوته، وقام رجال القوات المسلحة المسؤولين عن تأمين اللجنة بمساعدته ونقله في سيارة في لفتة إنسانية إلى بيته بعد أن أدلى بصوته. ولأننا دائما ما نتكلم عن المرأة بأنها هي من تتصدر المشهد هنا أمام اللجان الانتخابية، فأنا معي النموذج الآخر، إنه الرجل وليس أي رجل، فهم الشباب الذين يأتون إلى هنا أمام المقار الانتخابية لكي يدلوا بأصواتهم، وأيضا ليساعدوا من يحتاج في الوصول إلى لجانه، وأيضا الإدلاء بصوته ودوره الوطني. معي ثلاث من الشباب. مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ عرفني بنفسك. أنا محمود. محمود، قول لي إيه اللي دفعك؟ يعني أنت أول مرة تدلي بصوتك في انتخابات، أول مرة تشارك في انتخابات ولا شاركت قبل كده؟ بصراحة أول مرة. طب ليه؟ إيه السبب اللي دفعك المرة دي تشارك في الانتخابات؟ يعني حسيت كده كل حاجة عمالين يقولوا الناس الكبيرة، الستات اللي بتشارك، نشوف شوية ستات بترقص، ناس عواجيز، مش دول اللي هيحددوا لنا مستقبلنا، مش دول اللي هيجيبوا مصيرنا يعني. قلنا ننزل نشارك عشان خاطر مصر. بس الدنيا جميلة. هم شريحة في المجتمع، ولكن فكرة الشباب أو فكرة ليه الناس دايماً بتقول إن الشباب بعيدين عن المشهد الانتخابي، رغم إن احنا رصدنا وجود عدد كبير بالفعل من الشباب، أنت كشاب إيه اللي أداك الأمل ودفعك إنك تدلي بصوتك؟ والله الواحد كل همه مصر تبقى احلى ايا كان مين اللي يمسك. احنا مش نازلين لشخص معين، احنا نازلين عشان خاطر مصر، يعني نبنيها بس كده. بيقولوا عايزين الشباب، ادي الشباب، الشباب كلها واقفه ايه، اللهم صل على النبي يعني. طيب انتقل اليك، تعرفني بنفسك؟ انا امين، خميس امين من امبابه. امير، ايه اللي دفعك النهارده الى الحضور والمشاركه للانتخابات؟ والله انا بقالي فتره كبيره ما بنزلش الانتخابات، انا اصلا ما كنتش بقى يعني بحب ان انا انزل الانتخابات، بقول اي رئيس هيكسب وخلاص، اي حد يمسك انا مش فارق معايا حاجه. انا جينا بعد كده انا حسيت ان انا لازم، ده حقي، ده انا بني ادم مصري، ده انا لازم ان انا انزل. انا حاسس ان انا مثلا ليا قيمه ان انا لما انزل، لكن ماليش قيمه وملغي لما ما انزلش. انا بحضور انا حتى لما اكبر اقول انا شاركت، انا من حقي كمصري، من حقي كمواطن ان انا اشارك. دلوقتي حاليا غير الاول، احنا الاول ما كناش نسمع ان في حد بيسال شاب او بيسال حد ايه اللي ممكن مثلا انت عايزه، ايه اللي انت محتاجه. دلوقتي في مؤتمرات عن الشباب ليهم سؤال، بالفعل هناك دور للشباب. انتقل سريعا، ايه اهم البوادر اللي شجعتك ان في امل لشباب مصر ولذلك دفعك للمشاركه السياسيه؟ ان بسم الله الرحمن الرحيم، انا شايف طبعا ان الشباب كلها في الشارع، اول مره طبعا تحصل انتخابات ونشوف الشباب كلها نزلت وتشارك، لان قبل كده اساسا ما كانش في اي حد له دور، ما كانش اي حد له صوت، لان كل حاجه كانت بتبقى محسومه من قبل ما تحصل اي حاجه. لكن دلوقتي في الجو اللي احنا بنشوفه وفي التغيير اللي احنا بنتمناه، فلازم يكون لنا دور، فالدور ده مش هيحصل غير لما انا اللي اعمله بنفسي، محدش هيعبر عني ومحدش هيقول اللي انا عايزه. كل الشكر ليك، وعوده اليك مره اخرى استاذ نشأت. يمكن زي ما الشباب قالوا ان هم الامل اللي دفعهم هو وجود بعض المشاريع، بعض البوادر لمشاركه الشباب ودفعهم للعمل السياسي وايضا في المجتمع وايضا في الحكومه، هذه هي كلمات السر التي دفعت الشباب هذه الانتخابات الى التوافد الى اللجان الانتخابيه. وعوده اليك مره اخرى في الاستوديو. رضوى رحيم من امام مقر الجامعه العماليه في مدينه نصر، شكرا ليكي على هذه الرساله.